السلام عليكم. مجددا يحل عيد آخر ولا يزال الوجع مستمرا. يحل وقرابة مليون موظف بلا رواتب منذ سبتمبر 2016 ويعيشون معاناة غير مسبوقة. على التوازي يستشري الوباء ومعه تتوسع رقعة ضحايا سوء التغذية وتتضاعف حاجة الضحايا الحرب والصراع للمعونات الإغاثية. بلغة الأرقام وفقا لتقارير أممية فإن اليمن تتصدر أعلى معدلات سوء التغذية في العالم وتمر بأكبر أزمة طارئة للأمن الغذائي، فقد بات قرابة 22 مليون نسمة بحاجة ماسة للمساعدات الإغاثية، بينما يفتقر نحو 7 ملايين للأمن الغذائي الحاد ولا يعرفون من أين ستأتيهم الوجبة القادمة. بأي حال يعود العيد في ظل هذه الأوضاع وكيف سيقضيه اليمنيون؟ حول هذا الموضوع سيكون موضوع نقاشنا في هذه الحلقة من بين قوسين. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب من ماليزيا الكاتب الصحفي الدكتور فيصل علي، وبالهاتف من العاصمة المؤقتة عدن سيكون معنا الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد محمد الجماعي، وعبر الهاتف من تعز أمين عام نقابة المعلمين فرع تعز الأستاذ عبد الرحمن المقطري. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وأبدأ هذه الحلقة مع الدكتور فيصل علي عبر السكايب من كوالالمبور من ماليزيا. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الأنوار، أهلا وسهلا بشير. مرحبا بك دكتور. يعود العيد هذه المرة واليمنيون ما بين نازح ومشرد ومقتول ومنفي وفقر لا رواتب. كيف تتابع يعني إقبال العيد في ظل كل هذه الظروف الصعبة على اليمنيين؟ أولا هنا دعنا نقول للناس ومن باب التبشير بالخير كل عام وهم بخير. الحقيقة اليمني منذ الانقلاب، المواطن اليمني منذ الانقلاب في 2014 سبتمبر 2014 يمر بظروف صعبة واستثنائية لم يسبق لهذا الجيل ولا الذي قبله أن عاشها منذ 62 إلى هذا التوقيت. لم يمر الشعب اليمني بظروف مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يهان فيها المواطن اليمني في الداخل والخارج، ويحرم من راتبه ويحرم من الحياة الطبيعية مثل بقية البشر ومثل بقية الشعوب المجاورة والشعوب يعني في المحيط الإقليمي لليمن. الانقلاب سود حياة الناس وحاصرهم في الداخل وحاصرهم في الخارج، الجرحى والقتلى يوميا في مثلا في مدينة تعز وفي غيرها من المدن اليمنية التي ما زالت فيها مواجهات. ما يخص المرتبات، لم تستطع الحكومة الشرعية أن تفي بوعودها أمام المواطن اليمني أمام الشعب اليمني أمام الموظفين بإيصال هذه المرتبات بشكل منتظم. الانقلابيين طبعا لا علاقة لهم لا بمرتبات ولا حياة الناس، مرات يرشون على بعض الموظفين وبعض الجهات نصف راتب، وهذا يعني من باب ذر الرماد على العيون، لكنه لا يكفي لحياة الناس الطبيعية، فما بالك بقدوم الأعياد وهي مواسم تحتاج إلى الكثير من المصروفات، أضاحي وملابس، ويعني المواطن اليوم يحتاج إلى القوت الضروري والحصار يحيط به من كل الجهات، سواء الانقلاب يحاصر هذا المواطن هنا أو هناك أو دول التحالف التي لا تسمح بتحرك الشعب اليمني من وإلى اليمن. يعاني المواطن أيضا في ظل كل هذه الأوضاع من حصار وأوبئة وموت بالعشرات. يحتاج العالم إلى وقفة إنسانية مع الشعب اليمني ابتداء وليس مع جهة من الجهات. نعم دكتور، كيف يمكن لليمنيين أن يسرقوا على الأقل فرحة في ظل هذا العيد، لا سيما في ظل كل ما ذكرت ويعني من الأوبئة، الأمراض، عدم وجود الرواتب؟ ما هو الحل؟ ما هي يعني المساحة التي لا زالت متاحة لليمنيين لسرقة ولو جزء بسيط لفرحة في هذا العيد؟ عليهم أن يبتسموا لأجل أطفالهم فقط. أما يعني واقعا لا يوجد هناك ابتسامة ولا عيد، لكن لأجل الأطفال ربما تبتسم بعض الأمهات، يبتسم بعض الآباء ولو كذبا
يعني لتمر هذه المناسبة بسلام. نعم نعم المسؤولية الرئيسية دكتور فيصل على من تقع في هذه اللحظة، على سلطة الميليشيا في صنعاء والمحافظة التي تسيطر عليها، على الحكومة الشرعية والسلطة الشرعية، أم على المنظمات الأممية يعني المعنية بحقوق الإنسان، المعنية بالعمل الإغاثي في العالم، لأن اليمن تمر بظروف صعبة للغاية؟ المشكلة الأكبر يعني الجانب الأكبر من المعضلة اليمنية يتحملها الانقلاب بشقة المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح والتنظيم الطائفي الحوثي، أيضا الحكومة الشرعية تتحمل يعني جزء كبير من المسؤولية، لأن هذا الشعب هو مسؤوليتها. كلما التقينا بمسؤول حكومي يتحدث يعني بلغة نرجسية، نحن الدولة وهم انقلاب، نحن نتعامل كدولة، نتعامل كحكومة، لكن هذا التعامل يظل حبرا على ورق ما دام المواطن اليمني يعيش ظروف سيئة. النقطة الثالثة اللي تحدث عنها المنظمات الإنسانية يعني التي تبحث في مجالات حقوق الإنسان ما زالت قاصرة وتعمل يعني في ظروف غامضة، وإن قدمت بعض المساعدات تقدمها للإنقلابيين ابتداء، الحكومة لم تستطع حتى هذه اللحظة أن يعني أن تسوق القضية اليمنية، تسوق مصيبة هذا الشعب اليمني للمنظمات الدولية ولا للأمم المتحدة ولا لغيرها. نعم. على الشعب اليمني اليوم أن يعي جيدا أنه أمام ظروف استثنائية، أمام حكومة شبه عاجزة، وأمام تحالف لا يهمه مصلحة الشعب اليمني وإنما تهمه مصالحه، وأمام انقلاب فاشل في إدارة نفسه وفي إدارة الدولة وفي التعامل مع كافة الملفات. نعم. نعم. طيب دكتور تكرم بالبقاء معي ونشرك معنا في الحديث من عدن الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي محمد الجماعي. أستاذ محمد مساء الخير. أهلا بشير، مساء الأنوار، عيد مبارك مقدما. مرحبا بك أستاذ محمد. من ناحية اقتصادية ربما لم يمر على اليمنيين أن يأتي العيد في ظل هذه الظروف الصعبة، لا رواتب، الحياة والأسعار غالية مرتفعة جدا، عدم وجود مسؤولية من قبل الحكومة الشرعية ولا من سلطة الميليشيا في المحافظات التي تخضع لسيطرتها، غياب ربما شبه كامل للمنظمات الإغاثية التي تعمل على تحسين وضع الناس. أين هي اليمن الآن في هذا الظرف وفي هذه المناسبة بالتحديد؟ يبدو أن الشعب اليمني أخي بشير بدأ بالتعود كما هي النكتة الشعبية التي قالت أن أحد المواطنين سأل يعني أحد أصحاب النكت قال له كيف تقيم وضعنا في اليمن؟ قال لنا سنتين بلا ماء بلا كهرباء بلا رواتب، وبعدين قال بعدين بتعودوا. يبدو أن الشعب تعود على هذا الموضوع وأصبحت لديه الفرصة الكافية لالتقاط أنفاسه والتحول نحو يعني أي عمل خاص يمكن أن يقوم به بيته وعائلته. لكن العامل الأكبر في هذا الموضوع أخي بشير والدكتور فيصل في الطرف الآخر وأحييه، قد ذكر تقصير الحكومة في تسويق القضية اليمنية وفعلا الميليشيات هي التي تتحمل الوزر الأكبر في هذا، إلا أن دور المغتربين في الأعياد في هذه المناسبات له يعني بصمة كبيرة جدا. وكتبت قبل ذلك في تقرير سابق عن دور المغتربين، عنونته من باب تريمي إلى باب كريم. عندما لا تتوفر الوظائف، عندما لا تتوفر الفرص، ستجد أن المواطنين مطورين أمام شركات الصرافة، وأن أكثر من 3 ملايين إلى 4 ملايين يمني مغترب خارج البلد يقوم بدوره في هذا الموضوع، على الأقل يستفيد منه نصف الشعب، والبقية يعتمدون على محاصيلهم ومزروعاتهم وتجارتهم البينية. لا أعتقد أن اليمنيين في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه المناسبات هم الأشهر عبر التاريخ في الكتب في السير، هم المتكافلون وهم الذين يستطيعون أن يصنعوا أعيادهم بأنفسهم. وليست هذه المرة كما ليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الشعب اليمني
ربما لهذه المحنة التي أفقدته مصادر معيشته ودخله. لكن هذه المحنة ربما هي الأكبر على مدى تاريخ اليمنيين. نعم هي الأكبر، وهي الذي يعني ربما وصلت التقارير الأممية التي تملأ الآفاق ضجيجا حول معاناة اليمنيين، بأنها وصلت إلى أكثر من 85% حسب آخر التقارير. ولكن بالرغم من ذلك لا تجد هذه الأصوات أو المساعدات التي يتبرع بها العالم لليمنيين، لا تجد في على أرض الواقع سوى الشيء الزهيد واليسير. ونحن نعيش في اليمن وما زلنا يعني في البلد، نعرف أن هذا الضجيج يعني وقعه قليل جدا وتأثيره قليل أيضا. لا يوجد ما يمكن أن يقول أن هذه المساعدات أعانت اليمنيين إلى حد ما. نعم أستاذ محمد، كيف تابعت أنت الأسواق وحركة الناس واستقبالهم للعيد؟ ما الذي تغير هذه المرة من خلال قربك من الناس وأنت متواجد هناك؟ نعم أستطيع أن أقول لك أنه لا يوجد فرق بين هذا العيد والعيد الذي مضى على الأقل هنا في عدن. هذه المناسبات تفرض طقوسها الخاصة على اليمنيين، ربما تنعكس على قدرتهم الشرائية، لكنها لا تؤثر كثيرا على تحركاتهم في العيد وخروجهم ودخولهم وكذلك يعني امتلاء الأسواق وازدحامها بالمواطنين، إلا أن ذلك هو الذي يميز اليمنيين، أنهم لا يستسلمون للواقع. وكما تعلم دور الحكومة ضعيف منذ 30 عام بالنسبة للمواطن، وغيابها لم يؤثر أيضا كثيرا، إلا أن المواطن الآن أصبح يبحث عن الاستقرار أكثر من خلال يعني جهود المواطن نفسه وبقائه داخل البلد و يعني تكوينه الأرضية المناسبة التي يستطيع أن يقف عليها. أما الدولة وكذلك المنظمات والمساعدات ودول التحالف كلها بعيدة كل البعد عن حال المواطن البسيط. لذلك نحن نرى المواطن يتحرك بكل أريحية ويستطيع أن يعني يشاهد ويرى بأم عينه، لكن ربما ينعكس على قدرته الشرائية. نعم. خاصة والدولار أصبح معوما الآن وأصبحت يعني الأسعار مرتفعة بشكل خفيف، ليس مرتفعة بذلك الشكل الذي سوق له بعض المتشائمين من قرار التعويم. نعم. من أفضل حالا أستاذ محمد، المواطنون في المناطق المحررة التي تخضع للشرعية أم الذين هم تحت سلطة الميليشيا؟ هناك يعني فارق واضح في الحركة التجارية في المناطق التي ليست محررة لكنها محصورة على فئة معينة نهبت كثير من المال وبدأت بتبييضها عبر مشاريع، لكن المواطن لا يستفيد منها كثيرا. ولذلك لو تلاحظ أخي بشير ويلاحظ المواطنون والذين يستمعون لنشرات الأخبار، أكثر الضجيج على الرواتب والمستحقات والمطالبات كلها، أو نستطيع أن نقول 70% منها في صنعاء. في عدن والعشر المحافظات المحررة توجد رواتب على الأقل للمدنيين وكذلك المتقاعدين، وأيضا في 70 إلى 80% من السلك العسكري يوجد، تستطيع أن تقول استقرار هنا أفضل ويعني حركة نسبيا بالنسبة للمواطن ومعيشته في المحافظات المحررة أفضل من المحافظات الأخرى التي تتركز فيها السلطة والثروة والحركة التجارية بيد فئة معينة. نعم طيب، تكرم البقاء معي أستاذ محمد وأيضا الدكتور فيصل علي. سنذهب الآن لمتابعة تصريحات استطلعنا آراء المواطنين وأحوالهم وكيف يستقبلون العيد في ظل هذه الظروف، ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. بالنسبة لوضع العيد يعني أجواء العيد في تعز لم تختلف عن الأعوام السابقة، كون ما زال الوضع مستمر في الحصار والقذائف التي تنهل إلى المدينة باستمرار، لم يعد هناك أجواء للفرحة ولا لترقب العيد ولا أي شيء، فقط مجرد أيام عادية نكتفي بأن نكون في أمان فقط لا غير في تعز، ونتأمل إن شاء الله أن تكون الأعوام القادمة
أعوام خير لنا إن شاء الله. العيد مقبل على مدينة تعز وهي مدينة محاصرة. الأوضاع الأوضاع المعيشية في محافظة تعز سيئة للغاية. أعتقد أنه العام الماضي هناك فرق بين العام الماضي والعام الحالي. المرتبات الموظفين إلى الآن أكثر من 10 أشهر لم يستلم أي موظف أي راتب. الحصار المطبق على المدينة أيضا. ظروف المواطنين، الأطفال، النساء، هناك بعض الأسر كما تحدثني اكتفوا بعيدية واحدة فقط وهم بشراء ملابس العيد للعيد الفطر، وهناك بعض الأسر لم تشتري أساسا لا في عيد الفطر ولا في العيد الآخر. أغلب الناس مشغولين فقط في تأمين لقمة العيش. لكم أن تتخيلوا وضع الناس مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وفي ظل وضع معاناة صعبة جدا يعيشها الناس مع انقطاع رواتب الموظفين لمدة ما يقارب العام الكامل 12 شهر، ويعني مصدر العيش الوحيد للموظفين منقطع تماما، وخصوصا في مدينة تعز التي تعيش قصفا عشوائيا يعني شبه يومي من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. في الحقيقة ما تعيشه مدينة تعز ومحافظة تعز بشكل عام من أوضاع مأساوية جراء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع على هذه المحافظة. أيضا هنا ما يعيشه سكان المدينة من حصار مدقع تفرضه هذه الحصار خانق تفرضه الميليشيات على جميع مداخل المدينة تعز، وأيضا ما سأفقدها الكثير من الأعمال في أصحاب القطاع الخاص، وأيضا توقيف تسليم المرتبات لما يقارب العام الموظفية الدولة الجانب المدني. الناس يعيشون حالة صعبة، وبالتالي سيواجهون كثير من احتياجات العيد. أنا أتوقع سيكون شعارهم في هذا العام وكما هو في العام الماضي أيضا من بعد الحرب التي شنتها الميليشيا الحوثي والمخلوع على مدينة تعز، العيد عيد العافية. هذا العيد لا يختلف عن العيد السابق أو الأعياد السابقة في الفترة هذه التي تواجه فيها تعز عدوان وحصار ودمار وانتهاكات مباشرة. العيد هذا انعدمت السيولة عند الناس ناتج انقطاع رواتب لعشرة أشهر. كيف نواجه العيد ومتطلبات العيد؟ إحنا الآن نواجه بكل معاناة وبكل شدة جوع كيف نؤمن لأولادنا لقمة العيش. لا يخفى علينا مدى الانتهاكات التي تحدث في مدينة تعز بسبب الحصار التي تشنه ميليشيات المخلوع الصالح وقوة أنصار الله الحوثيين. المواطن التعزي يشعر بصعوبة في استقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك لانعدام رواتب الكثير من الموظفين، وأيضا للقصف العشوائي الذي تشنه ميليشيات الحوثي على المدنيين بشكل عشوائي. هذا يؤدي إلى انقطاع. حياكم الله مشاهدينا، إذا تابعنا عينة واستطلعنا آراء الناس من خلال أيام استقبالهم لأيام العيد. أعود إلى محمد الجماعي في عدن. أستاذ محمد، العيد عيد العافية، ربما سمعنا هذه المقولة من أحد الذين استطلعنا آراءهم، لكن هل فعلا اليمنيون لا زالوا يمتلكون العافية؟ كما تعلم الحرب قائمة، لا رواتب، وضع سيء، حتى هذه التي دائما يتغنى من ظروفهم صعبة يقول العيد عيد العافية، فكيف سيحتفل اليمنيون هذا العام برأيك؟ أستاذ محمد الجماعي، إذا ربما فقدنا الأستاذ محمد. أعود للأستاذ فيصل علي. دكتور فيصل أنت معنا؟ نعم دكتور فيصل، تابعنا في التصريحات وكنت قد سألت أيضا الأستاذ محمد الجماعي لكن ربما فقدنا الاتصال فيه حول العيد عيد العافية، لكن ربما نحن في اليمن لم تعد حتى هذه المقولة التي من ظروفه صعبة ومن لا يمتلك المال أو من لا يمتلك تدبير ظروف العيد يقول العيد عيد العافية، لكن هذا العام الحرب قائمة، الحصار موجود، لا رواتب، وضع الناس سيء، الأمراض منتشرة، إذن كيف سيقضي اليمنيون العيد؟ دكتور فيصل. أيوة، كيف سيقضي اليمنيون العيد؟ فاتني نصف السؤال. على كل حال، المواطن اليمني لن يقضي يعني إجازة عيد ولا يقضي عيدا في الأساس، وإنما سيقضي ظروف صعبة كبقية أيام
العام. كما أخبرتك سابقا ربما الأطفال يشعرون يعني ببعض نشوة العيد عند الأسر الميسورة، لكن الناس اليوم كما تحدثوا بأنفسهم تنقصهم يعني يبحثون عن لقمة العيش. ماذا تريدنا أن يعني أن نقول؟ أن هناك عيد من الصعب التكهن بحالة كل فرد، كل تجمع صغير، كل مجتمع يعني يختلف عن يعني من مدينة إلى أخرى. المدن المحررة ربما تعيش ظروفا أفضل من المدن الغير محررة. ما تحدث عنه الأهالي في تعز يدمي القلب. الناس يبحثون عن استقرار، عن أمن، عن خبز، عن ما، عن يعني يبحثون عن توقف الميليشيات التي تقصف البيوت والمنازل. نعم. والأحياء والأسواق بالصواريخ والقذائف. نعم نعم، على الأقل يعني هل يعني باعتقادك الميليشيا ستتفضل على أبناء تعز وعلى اليمنيين الذين تقصفهم بالقذائف طوال العام في العيد، أم ربما سيتعاملون بنفس الآلية وستظل قذائفهم تطال المدنيين الآمنين ولم تترك حرمة حتى هذه الأيام الفضيلة؟ كما تعلم نحن في عشر حرم، ومع ذلك تم قصف قبل يومين في بير باشا في تعز وراح العشرات من الأطفال والنساء والضحايا المتسوقين. متى كانت هذه الأقلية الطائفية الإنقلابية وهؤلاء الشرذمة الحقيقة يعرفون يعني قيما، أو لديهم رؤية إنسانية، أو لديهم يعني نظرة بشرية كما يتعامل الناس؟ هؤلاء مجرد مجرمين وحوش يقتلون بنية طائفية، لا علاقة لهم لا بإنسانية ولا بوضع إنساني، لا يعني حتى شركائهم اليوم الذين يتململون منهم في المؤتمر الشعبي العام ويريدون من الناس أن يؤيدوهم في بعض الخطوات الإجرائية التي قاموا بها مؤخرا لا يستطيعون نقد تصرفات هؤلاء المتوحشين في تعز وفي غير تعز. ما جرى قبل يومين في بير باشا كارثة على المستوى الإنساني، لم يتحدثوا عنها نشطائهم، لم يتحدث عنها كثير من الناس الذين ينظرون للانقلاب على أنه يعني جاء إنقاذا لهم. نعم. بعض النشطاء والناشطات وكثير من الإعلاميين والحقوقيين لم يتحدثوا عن هذه المأساة، بينما يتحدثون عن بعض المآسي للمزايدة السياسية لا أكثر. أما النظر بعين إنسانية واحدة لأي مشكلة هنا وهناك ما زالت مفقودة عند كثير من الناس. نعم. طيب دكتور، نشرك معنا في الحديث من تعز أمين عام نقابة المعلمين فرع تعز الأستاذ عبد الرحمن المقطري. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا، حياكم الله. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. شريحة المعلمين. مرحبا، حياكم الله. نعم نعم، شريحة المعلمين التي تعتمد ربما 99% على الراتب الشهري، الآن أكثر من عام بدون رواتب، كيف سيقضي المعلمين هذا العيد؟ حياكم الله. يا أخي الكريم، الحقيقة الوضع مأساوي، وخاصة أن محافظة تعز يعني تعيش الحرب والحصار، وأيضا تحارب بقطع مرتبات موظفيها. طبعا الأمر يعني جد خطير، ويعني حقيقة لا نعرف كيف سيعيد المعلمون والتربويون، لأنه أبسط مقومات الحياة لا يمتلكونها، وبالتالي أي عيد يعني يأتي بهذه الطريقة طبعا سيكون مثابة حزن وليس عيد فرحة. كثير من المعلمين الآن ربما يعني هناك مشاكل في أسرهم، ربما بعض يعني زوجات المعلمين ذاهبين إلى أسرهم لأنهم لا يستطيعوا أن يحصلوا على الأشياء الضرورية أبسط مقومة الحياة، وبالتالي ربما أيضا أدى إلى فراق في بعض الأسر نتيجة لغياب الأمور الضرورية أو أبسط مقومة الحياة، أدت إلى إشكالات في داخل الأسرة، ومن ثم يعني حصل فراق، لأنه كما ذكرت يعني لا يوجد يعني مصدر آخر للدخل. نعم، ما الذي يمنع صرف رواتب المعلمين أستاذ عبد الرحمن؟ وقد سمعنا ربما أكثر من تصريح بأنه سيتم صرف
رواتب الموظفين على الأقل في المحافظات المحررة، وتعز من ضمن هذه المحافظات التي تم الإعلان عنها؟ والله هذا السؤال يعني سؤال يعني مهم، والحقيقة لا نحن لا نجد له إجابة، لأنه يعني كثير من التوجيهات ليس مجرد تصريحات، ولكن لدينا يعني حوالي 4 توجيهات مكتوبة من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، كان آخرها طبعا توجيه رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2017 إلى رئيس الوزراء بصرف مرتبات القطاع المدني في المحافظة من الفترة للفترة السابقة وانتظارها للفترة القادمة، واعتبارها كمحافظة محررة. لكن هذا كله إيش؟ كلام نظري يعني لا يرقى إلى مستوى التنفيذ، وبالتالي هذا السؤال ينبغي أن يوجه إلى الحكومة، لماذا يعني لا تصرفون حقيقة يعني مرتبات محافظة تعز وليس لمجرد المزايدة الإعلامية؟ نحن لا نريد أن تكون مرتبات محافظة تعز قضية المزايدة الإعلامية. أستاذ عبد الرحمن، ربما عشرات الحلقات ومئات الأسئلة حول هذه النقطة، لكن للأسف كلها وعود لم ترى النور لا من الحكومة الشرعية ولا حتى من الانقلابيين الذين يقومون ب يعني يوعدون الناس بأنهم سيسلمون رواتب على الأقل في هذه المناسبات في العيد، ولكن المواطن لا يتلقى أي شيء. أعود إلى عدن مع الأستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد، الحكومة أكثر من مرة تصرح بأنها ستصرف الرواتب، على الأقل التصريح الأخير بمناسبة قدوم العيد وتوجيهات رسمية من الحكومة الشرعية ممثلة برئيس الوزراء، ما الذي يمنع صرف رواتب المعلمين والموظفين بشكل عام على الأقل، وأنت تتابع الجانب الاقتصادي والحركة المالية للدولة ومواردها؟ أخي بشير، بالنسبة للبنك المركزي كان واضحا في آخر بيان وآخر توضيح وكذلك لجوءه لتعويم العملة، قال بأن رواتب الموظفين أكثر من 13 شحنة وصلت إلى مطار عدن ولم يسمح لها بمغادرة المطار ولم يرخص لها من قبل خلية التحالف. كان هذا واضح، ربما يعتبر أهم الأسباب التي تمنع الحكومة أو تقيد الحكومة من صرف الرواتب. نعم، هل هو فعلا عذر كافي للحكومة بأنها لا تصرف رواتب الموظفين؟ نعم، هذا عذر كبير وواضح جدا أخي بشير، لكن على الأقل نحن نستطيع أن نقول أن الحكومة تصرف الرواتب هنا في المحافظات المحررة بانتظام، مأرب وعدن وحضرموت وشبوة وأبيد ولاحج وغيرها، كل المحافظات تستلم رواتبها بانتظام، الحكومة أيضا تسدد رواتب يعني. إذا لماذا تستثنى تعز أستاذ محمد من خلال متابعتك، لماذا تستثنى تعز من هذه المحافظات إذا كانت تصرف بانتظام في هذه المحافظات المحررة؟ نعم، هذا ربما تسألهم الحكومة مباشرة، لكن اطلعنا على هذا الموضوع ضعيف جدا، وهناك يعني مهاترات بشأن الكشوفات والأسماء وحجم المبلغ الذي سيورد إلى تعز، لأن مليار واحد فقط وصل إلى صنعاء وأحدث فارقا في السعر في سعر العملة الوطنية، وتعز في رواتب المعلمين أعتقد أن الإحصائيات تقول أنها 3 مليارات شهريا، ولكن هذا أيضا ليس عذرا، لأن الحكومة جنبت هذا العذر منذ بدأت بطباعة العملة غير مبالية ب يعني وزنها أو قيمتها في السوق مقابل وصول الأموال إلى المواطن. يعني لا أعتقد أن هذا هو العذر الوحيد، لكن هناك ما تسرب من أن هناك بين وزير المالية وكذلك محافظ البنك من جهة، والحكومة من جهة أخرى تريد أن تصرف الرواتب في أسرع وقت. نعم، دكتور فيصل، برأيك ما مصلحة التحالف العربي أو هذه الخلية التي في مطار عدن التي منعت نزول الطائرة التي تحمل المبالغ المالية التي ربما الحكومة تريد أن تستخدمها للتخفيف من ضغط رواتب الموظفين وأيضا توفير سيولة مالية في البلد؟ خلية أبو ظبي التي تسيطر على عدن فعليا لديها هدف واضح، إضعاف الحكومة وإثارة البلبلة حولها وتعذيب المواطنين اليمنيين سواء في الشمال أو في الجنوب، وحتى يقبلوا بالحلول التي ستطرحها أبو ظبي ومن خلفها التحالف الذي يتستر بمحمد بن زايد وبحكومة الإمارات
وبحكومة الإمارات. يعني لو كان هذا التحالف جادا ومضى خلف أهدافه لكان يعني الأمر قد تغير في الساحة اليمنية، لكنهم غيروا أهدافهم وبدلوا ولم يصلحوا حتى في المحافظات. وصول قوات سعودية دكتور فيصل، وصول قوات سعودية إلى عدن ويعني الإشراف على مطار عدن وقصر معاشيق وميناء عدن، هل سيتغير الحال؟ هل سيسمح لهذه المبالغ بالدخول ويعني تنفس على الأقل الحكومة قليلا من أي صرف رواتب الناس وأن تتحرك بحرية؟ هذا ما يأمله الناس، أن تقوم القوات السعودية بالتخفيف من معاناة الناس بسبب القوات الإماراتية وقوات المرتزقة التي تدعمها من الحزام الأمني وغيرها من الألوية الغير تابعة للجيش الوطني ولا للحكومة ولا للشرعية. ربما يعني الناس يأملون من هذه القوات السعودية أن تكون أكثر إنسانية، لكن إلى الآن ما زالت الأمور كما هي، لم يتغير شيء، كأن هناك مفاوضات أو خلافات تحت الطاولة، لا تفصح عنها الحكومة، لا يفصح عنها التحالف الذي لا يعرف هدف حقيقي، لا يعرف هدفا حقيقيا له حتى هذه اللحظة، أو أعلن هدف وغير توجهه في نعم. يعني في 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 بداية هذا العام، وإلى الآن الناس يعانون. هذه الدول يعني دول التحالف لا تقوم بواجبها الحقيقي ولا الأخوي تجاه الشعب اليمني. ربما تساعد الحكومة، ربما تساعد الشرعية، لكنها في الحقيقة تفرض حصارا مطبقا على الشعب اليمني. لا يستطيع مواطن يمني أن يمر عبر مطاراتها حتى ولو كان مريضا أو جريحا أو لديه ظروف قاهرة للسفر الذهاب أو العودة. إذا كانوا يريدون حقيقة إنقاذ الشعب اليمني كانوا سيعملون حسابهم يعني لمراعاة الظروف الإنسانية التي يمر بها المواطنون في الداخل وفي الخارج، وهذا الحصار المطبق الذي يعني فرضوه على الشعب وليس على الميليشيا وحدها. لماذا الآن في عدن مثلا وفي المحافظات المحررة ما زالت الأوضاع الأمنية غير مستقرة؟ لماذا ما زال الطيران يأتي نادرا ويتوقف أكثر؟ نعم. يعني طيب لماذا لم تقدم خدمات؟ نعم. طيب دكتور تكرم البقاء معي، وأيضا الأستاذ محمد الجماعي والأستاذ عبد الرحمن، نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية أعدها الزميل وديع عطا عن العيد وكيف عاد وظروف الناس في العيد. نتابع هذه المادة ومن ثم نكمل النقاش. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، واعود الى تعز مع امين عام نقابه المعلمين فرع تعز الاستاذ عبد الرحمن البقطري. استاذ عبد الرحمن عدنا لك من جديد. اذا انتم الان بلا رواتب، وضع الناس صعب جدا، ونحن في مناسبه العيد، كيف سيتدبر المعلمون حالهم في هذه المناسبه؟ والله حقيقه لا ندري كيف سيتدبر يعني الناس امورهم. كثير من الاخوه الزملاء طلبوا منا أن نلتقي في شارع جمال في يعني منصة الحقوق من أجل أن نصلي العيد سوية نحن وأطفالنا وأسرنا. قالوا يعني حتى لا يشعرون
بالغبن عندما يعني يذهبون إلى يصلى العيد ويجدون ناس بملابس جديدة، فقالوا يعني طالما حال معلم واحد فنصلي في مكان واحد، ويعني نحاول أن نواسي بعضنا البعض. أما يعني كما قلت لك يعني كثير من المشاكل ترتبت على يعني فقدان راتب، مشاكل اجتماعية نتيجة المشكلة الاقتصادية، ومن ثم يعني في بعض الناس طبعا نتيجة لعدم وجود الدورة المالية في المجتمع انحرفوا، وبالتالي يعني حصلت مشكلات أمنية بسبب إيش؟ عدم توفر المال، الضائقة المالية الموجودة عند الناس، عدم دوران الدورة المالية إلى آخره. فبالتالي حقيقة لأول مرة يعني طبعا هو ثالث عيد يعني منذ عيد الأضحى العام الماضي ثم عيد رمضان والآن عيد الأضحى يعني الحاضر لا يعيدون الناس، لكن في هذا العيد حقيقة الناس يعني في وضع صعب جدا، و يعني ما أدري ماذا يمكن أن نسميه. نعم. عيدا بأي حال حتى يعيدوا. نعم أستاذ عبد الرحمن المقطري، نحن نتفهم معاناتكم والظروف الصعبة التي تعيشونها أنتم شريحة المعلمين وأيضا بقية شرائح الموظفين في اليمن، إضافة أيضا إلى المواطنين الذين أصبحوا بلا عمل. عيدكم مبارك يعني مقدما، وإن شاء الله ربنا يفرج هذه الغمة على الجميع. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن المقطري أمين عام نقابة المعلمين فرع تعز. وأعود إلى عدن مع الأستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد الجماعي، إذن الآن الحل المتاح لدى الحكومة الشرعية لتوفير ولو الجزء اليسير لموظفي الدولة على الأقل في هذه المناسبة، كيف يمكن لهم أن يتحركوا فيها أو ما هي على الأقل؟ أخي بشير، بالنسبة للمرتبات هي تخص شريحة بسيطة جدا من المواطنين اليمنيين. نعم. لكن قبل أن نتحدث عن دور الحكومة، هناك دور غائب، والخلافات الخليجية الأخيرة غيبته أكثر، وهو الجمعيات الخيرية والمنظمات الفاعلة في اليمن التي كانت تتحرك لتغطي العجز الناتج عن ضعف الحكومة وضعف أدائها من خلال تعاونها مع منظمات مانحة ويعني فاعلي خير في المناطق يعني الدول العربية والإسلامية. هي الآن عاجزة ومكبلة ولا تستطيع أن تقوم بواجبها أكثر، حتى لا تصنف ضمن هذه الخانة أو تلك، وهذا ربما أحد النوافذ المغلقة في وجه المواطن المسكين البسيط وفي وجه شرائح كبيرة جدا من الأيتام والفقراء والمساكين. ربما المعلمين من ذوي المهن الذين يستطيعون أن يتحركوا يمينا وشمالا، وربما في الأخير سيأتي راتبهم ليلة العيد أو يعني في آخر كل شهر خاصة في المناطق المحررة، لكن من لهؤلاء الذين هم في وضع أسوأ من وضع صاحب الراتب؟ هذه نافذة مغلقة، وكما ذكرت في بداية الحديث هناك أيضا نافذة مفتوحة وهي نافذة مباركة، والتقرير الأمم المتحدة الأخير عن تحويلات المغتربين إلى بلدانهم صنف اليمن بأنها في مرتبة متقدمة، والإحصائيات الرسمية تقول أنها 3,500,000,000 دولار حولت في العام الماضي إلى اليمن، وهذا ما تم تحويله. إذن ربما هذا هو الشيء الوحيد الذي لا زال يخفف من معاناة اليمنيين، وهي حوالات المغتربين في الخارج إلى اليمن. شكرا لك الصحفي والمتخصص في الشؤون الاقتصادية الأستاذ محمد الجماعي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وعودة أخيرة عبر السكايب مع الدكتور فيصل علي. دكتور فيصل، كان في الأسبوع الماضي قد استبشر الناس خيرا ربما بالأخبار التي تحدثت عن عودة رئيس الجمهورية وترتيب عودة رئيس الجمهورية والحكومة إلى عدن، لكن ربما هذا الأسبوع أصاب الجميع بخيبة أمل وضاعت هذه الأخبار التي كانت تقول بأن الرئيس عبد الرب منصور هادي سيعود إلى عدن وعاد إلى الرياض. كيف ستمثل يعني هذا يعني عدم عودة الرئيس والحكومة إلى عدن بالنسبة للناس وأوضاعهم وأحوالهم أمنيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا؟ عودة الرئيس هادي إلى عدن من عدمها لم تعد تمثل شيئا، الرجل أثبت فشله في كل المراحل، وإن كنا معه وإن كنا يعني نتحدث عنه
بنوع من الطيبة وبنوع من الاستبشارات، لكن أنا أقول خيب آمال الشعب اليمني. عودته من عدمها لا تعني شيئا، ربما التحالف سيمنحه دور، ربما لن يمنحه دور. الرجل يعني أضاع البلد رويدا رويدا من دمك حتى آخر نقطة، هل سيستردها وهو من نعم. أضاعها على عينه؟ ربما نعم. الناس نعم. ربما بعض المراقبين قد استبشروا بعودة الرئيس وحكومته إلى عدن بضغط سعودي ضد الإمارات، لكن من يضمن أن السعودية أصلا ضد الإمارات في هذه المرحلة أو في مرحلة سابقة؟ نعم. الجماعة يتفقون على مصالحهم ولديهم ولديهم طيب دكتور. يعني نعم. مشاكلهم الخاصة ومصالحهم التي يرعونها في اليمن من خلال هذه الحرب. نعم. نعم. طيب دكتور، نختم بتساؤل ربما مهم الآن. المسؤولين في الحكومة الشرعية، الوزراء، الحكومة، الرئيس، يعني ربما الآن سيتحدث الجميع في الداخل من يعانون، من هم بلا رواتب ويأتي العيد وهم في هذا الظروف الصعبة، في المقابل هم ربما الآن قد حجزوا تذاكرهم مع أهاليهم مع عوائلهم لقضاء يوم العيد ربما في أي دولة من دول العالم. كيف يمكن لهؤلاء المسؤولين أن يعني يقضوا هذه الفرحة في ظل الناس تعيش هذه المعاناة في الداخل؟ في 30 ثانية إذا تكرمت. نعم. هؤلاء المسؤولين جميعا بما فيهم الرئيس هادي أتت بهم الصدفة، لم يأتي بهم الشعب حقيقة. لو كان فيهم خيرا لكانوا مع شعبهم يعانون كما يعاني، لعادوا إلى مأرب، لعادوا إلى تعز، لعادوا إلى أطراف جزيرة سقطرى، لكنهم يعني رتبوا أوضاعهم، أوضاع أسرهم، بناتهم، أطفالهم، وظفوا كل ذويهم في السفارات وفي الداخل والخارج، ويأخذون إجازتهم. لا, لا, لا مشكلة لديهم، إطالة الحرب هي تخدمهم ولا تخدم الشعب اليمني. هؤلاء لا يمثلون الشعب، إنما يمثلون أنفسهم. لو كانوا يمثلون الشعب لتمثلوا ما يحدث للشعب اليمني اليوم، ولا شاركوا الناس أتراحهم وأحزانهم هذا العيد البائس الذي لا نستطيع أن نتحدث عنه ولم نقل جملة مفيدة من بداية هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك الدكتور فيصل علي، كنت معنا عبر السكايب من ماليزيا من كوالالمبور، شكرا لك. في ختام هذه الحلقة مشاهدي الكرام، لم يبقى إلا أن نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك ونقرأ بعضا من هذه التعليقات. نبدأ مع صديق البرنامج الأخ خالد الصياغي، يعلق بالقول: يأتي عيد الأضحى على اليمنيين في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وفي ظل انعدام الرواتب وانتشار وباء الكوليرا. خالد الصياغي. تعليق آخر أيضا من أصدقاء البرنامج الأخ محمد الراشدي، يعلق بالقول: خمسة أعياد مضت، ثلاثة منها أعياد فطر وعيد أضحى، وكل عيد يأتي أسوأ من سابقه نتيجة تصاعد المعاناة التي تصادر معها الفرحة بالعيد التي تأتي في ظل غياب الخدمات الأساسية وانقطاع الرواتب. محمد الراشدي. تعليق أيضا آخر من صديق البرنامج الأخ أو سمير محمد، يعلق بالقول: جاء العيد هذا العام في ظل استمرار التصعيد العسكري والحصار الذي تشهده عدد من أحياء مدينة تعز وارتفاع معدلات الفقر الشديد بين المواطنين. سمير محمد، بسبب توقف صرف رواتب الموظفين وارتفاع معدلات الفقر التي يرزح تحتها اليمنيون جراء الحرب. ونختم بهذا الرأي من الأخ سمير محمد. مشاهدينا الكرام، إذن بهذه الآراء نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. شكرا لضيوفي الأكارم الدكتور فيصل علي الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من كوالالمبور من ماليزيا، والشكر أيضا للصحفي المتخصص بشؤون الاقتصاد الأستاذ محمد الجماعي، وكذلك الشكر لأمين عام نقابة المعلمين فرع تعز الأستاذ عبد الرحمن المقطري. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا ومنتجة البرنامج إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين. عيدكم مبارك وحفظكم الله والوطن. السلام عليكم ورحمة الله.